رجعنا لكم ورجعنا نستكمل هذه القضية الهامة جدا، تقدم الخلف أو سكوت هنهرج زي ما بيقول الأستاذ إبراهيم. وقلنا لكم ليه أما جينا خطابات متضاربة خلال ساعات لازم نتساءل. هذا ليس هجوما ولكنه من حقنا كلنا نعرف الدنيا ماشية إزاي. أستاذ إبراهيم، ما يحدث أعلم وتعلم أن الآن الأمور واصلة إلى حالة من الاستياء الشديد، وصل إلى مرحلة الغضب عند كافة المستويات المسؤولة داخل النادي الأهلي، وكل كلمة بنقولها هنا ليها معنى. ده أكيد، لأنه كمان لا أنت عارف تشتغل على مستوى الناشئين ولا تشوف مسابقة زي ديت، ولما تصدر عقوبات من لجنة الانضباط يتم الاستهانة بيها رغم فداحة الجرم اللي حدثت عليه، ويضحكك يكتب لك ويفكرك بنص المادة ويفكرك عندك المدرب الفلان والمدرب الفلان واللاعب الفلان دول مش من حقهم يجوا، ويروح كاتب لك نص المادة بعديها بساعة ساعتين ال 10 لا هولد تعلقت امتى لا ما نعرفش ولا اي حاجة. منتهى الاستهانة بالنظام نفسه، بنظام الكورة ونظام الناشئين وللعقوبات اللي صدرت. وتاني الادعاء بانه الاهلي ليس طرفا وانه الطرف المباشر يعني طلع الجيش، يعني ايه؟ هي العقوبات دي صدرت عشان مين؟ لا مش كده بس، صدرت العقوبات دي صدرت افرض العقوبات دي ملاش علاقه بالنادي الاهلي، هو النظام الكوره ملوش علاقه بالنادي الاهلي؟ يعني ايه يردع ده؟ مين يجيب حق؟ مين يظبط المسابقه عند مين؟ يعالج سلوكيات عند مين عشان يتم الاستهانه بيها بجواب من جمله فركش؟ هو انت ضروري هنناقش الجواب بتاع النادي بتاع جنوب افريقيا ورد الاهلي عليه طبعاً. عشان تشوف طبعاً. الناس لما تحب تعمل نظام وتحمي جيل طالع صحيح. لكن التهريج يوصل لفين؟ يوصل بالتغليس على النادي الاهلي. ايوه، ازاي تغلس على الاهلي؟ تغير الجدول 3 مرات في 3 اسابيع. يعني الراجل المدير الفني وطبعا مدربين كل الفرق ما اعرفش هيشتغل على اي اساس. انتوا مشكورين حطيتوا جدول واعلنتوه وقلتوا لاول مره عندنا جدول لنهايه المسابقه، رائع. زي ما يكون النادي ملاش حقوق. طب مش فيه ترتيبات فنيه وبدنيه؟ مش فيه اعتبار عند مدرب حاطط خطه للتدوير بين اللعيبه واللاعب الفلاني هيرجع في التوقيت ده وده هيريح في المباراه دي؟ زي ما انت بتقول عندك امتحان وعندك عندك امتحان كذا يوم كذا فبعد منه قبل كده كذا، فجأة في 3 أسابيع يجيني 3 جداول وآخر جدول. لا هو الأهلي هيلعب مع طلائع الجيش 1-7 على السوبر المصري، وفي احتمال الأهلي ياخد البطولة ويفرح، لا الغيها له. فجأة تترمي مباراة السوبر المحلي بره الجدول إلى موعد يحدد فيما بعد. هو أنت اللي حددتها ولا أنا؟ هو الراجل المدرب اللي اشتغل بناء على ترتيبات مش كان بناء على جدول من الاتحاد؟ يا جماعه ده ما يحصلش في اي دوله عندها نظام كره وباي مستوى. مش بلد فيها اتحاد كره هيحتفل بعد يومين بالمئويه ب 100 سنه وهو اللي اسس للكره الافريقيه. ده اخر جدول ما فيهوش مباراه كاس السوبر المحلي. طب فين دي يا مولانا؟ تتحدد فيما بعد. حط بيراميدز مكان طلاع الجيش. ازاي يعني؟ بلاها ليه؟ سوسو خد ناديه. ليه؟ ايه ده؟ ليه؟ يحصل فين؟ وما بيناقشكش وما بيفسرلكش. لا يحصل ده فين؟ وبعدين خدوا بقى الكارثه الكبيره. يجي يقول لك الكابتن حسام البدري وافق على مش هيلعب ماتشات في الاجنده الدوليه اللي هي من 31/5 ل 15/6. واسمع المهندس احمد مجاهد يقول انا اتفقت مع اداره المسابقات لو هنخلص الدوري مش عارف قبل 30/7 ولا كام 8 ليهم مكافاه، واي يوم قبل كده مكافاه زياده. طب ايه اداره المسابقات دي هتعمل ايه؟ هتخلي الاسبوع 8 ايام او 9؟ هتحط ايدها في جيب الانديه. هتحط ايديها في جيب الانديه، هتضغط الناس بدل ما تلعب كل 48 ساعة. الجدول الكارثة اللي انتوا شايفينه في 48 ساعة مش 72 ساعة. الضغط على لعيبة بهذا الشكل لصالح مين؟ التغليس
وخلينا استخدم اللفظ الدقيق وانا عارفه، التغليس على النادي الاهلي لصالح مين؟ وهو بيلعب في بطولة كبيرة جدا فرح الناس كلها وتحمل كل ما تحمل وصعد للنهائي نصف النهائي وعمل ريكورد في انه 17 مرة يظهر في السيمي فاينل، ده رقم للكرة المصرية وللنادي الاهلي، ويروح يلعب ماتش السوبر الافريقي في الدوحة لمصلحة مين؟ الاهلي اللي بيمثل مصر بكل هذه الجسارة وبكل هذا النجاح، يتم التغليس عليه بجدول زي كده؟ يتقال اصله لو خد السوبر مرشح ياخد السوبر فهيفرح في نص الموسم، لا بلاها دلوقتي، فيترمي ماتش السوبر يا اخي، ده ماتش كاس، يجوز الاهلي يكسب يجوز طلاع الجيش يكسب، اللي يكسب يكسب، بس في النهايه نحترم الجدول اللي انت حطيته مش اللي النادي الاهلي حطه، ده انت اللي حط الجدول وبعته من ثلاث ايام، فجاه يتم التراجع عنه وشيل طلاع الجيش وحط بيراميدز. الاهلي بيلعب في السيمي فاينل وبيراميدز بيلعب في السيمي فاينل في الكونفدراليه، الاثنين من حقهم ان انت تراعيهم، يعملوا ماتش مع بعض، انما رايح جاي بهذا الشكل المضغوط هيقول لك ايه؟ لا طب ما هو الزمالك برضه يا سيدي، انا بكلمك على الكل، بس اللي بيشارك دلوقتي خارجيا الاهلي وبيراميدز. ليه؟ لان انا لو جبت لكم دلوقتي الزمالك السنه اللي خد فيها الكونفدراليه في شهر ونص لعب اربع ماتشات، اربع ماتشات في شهر ونص، وقال لكم مش لاعب، اعملوا اللي تعملوه، ولو فاكرين انتوا التفاصيل الكتيره ساعتها، ده اللي كان بيتوسع له الجدول تماما بال10 ايام وال15 يوم ويسافر ما يجيش ويقول لك انا هو ده كده، مش عارف ايه، ما انا لاعب وعليا كذا ما هلعب، وترضخوا وتجاوبوا وتوافقوا. لكن الاهلي لما يتعامل بنظام ويتعامل باحترام ويتعامل بمخاطبات يتم التغليس عليه بهذا الشكل الغريب جدا. عارفين اغرب ما في الامر ايه؟ انك تيجي في الاجنده الدوليه، ودي بقى ايه؟ الثالثه الثابته بقى. تيجي في الاجنده الدوليه من 31/5 ل15/6. قال لك الكابتن حسام البدري مشكورا وافق انه ما يلعبش ماتشات في هذه الفتره. ده امر يخص الكابتن حسام والمنتخب. يروح حاطط لك في الفتره دي 1/6 الاهلي مع البنك الاهلي. ثلاث ايام 4/6 مع انبي في كاس مصر، يعني حتى مش هين عليه ترتاح يومين، احشر له كاس مصر. 4/6 كاس مصر انبي، 7/6 اسوان دوري. هو مش بعد ثلاث ايام، ده ثالث يوم. انما المصيبه فين؟ مش بعد ثلاث ايام يا استاذ ابراهيم، بعد يومين. بعد يومين يومين والعب. وليه انا بقول لكم أسوأ حاجة إن أنت تخالف نظام أنت اللي حاطه، وتتراجع عن خطابات أنت اللي بعتها، وتهد نظام أنت اللي مقرره. أنت سيادتك حاطط لائحة بتقول في فترة الأجندة الدولية يحق لإدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تحديد مباريات لبعض الفرق في فترة الأجندة الدولية للمنتخبات، بس مش مفتوح، لها شرط إذا كان هناك ضرورة لذلك. هيقول لك ما هي دي ضرورة، ماشي، بس ضرورة معلقة مقيدة، شرط ألا يكون للفريقين طرف المباراة أكثر من لاعبين اثنين تم استدعائهم لمنتخباتهم الوطنية. يعني أنت منتخبك مش هيلعب، كابتن حسام البدري مش هيجمع المنتخب في الفترة دي، إدارة المسابقات اللي أنت هتديها مكافأة هتطلع عين اللعيبة وتضغط عليهم وتلعبهم كل يومين مباراة عشان ياخدوا المكافأة بتاعة قتل اللعيبة دي، مكافأة قتل اللعيبة، لأن إدارة المسابقات مؤكد مش هتخلي الأسبوع تسعة أيام، بس هتحشر وهتضغط على اللعيبة وعلى الفرق. لكن اللي ما تعرفهوش إن النادي الأهلي يجي له استدعاءات لأربع لعيبة عنده من اتحادات الدول اللي لعيبته محترفه منها. تعمل ايه بقى؟ الاهلي عنده لعيبه محترفه من دول مختلفه جالها استدعاءات في فتره الاجنده الدوليه للفيفا. تعمل ايه؟ وانت اللي حاطط البند وبتقول لي لو اتنين لعيبه استدعوا ما ينفعش. الاتحاد التونسي لكره القدم، السيد الامين العام للنادي الاهلي، حول إمكانية دعوة اللاعب علي معلول، نتشرف بإعلامكم أنه علي معلول مطلوب لمنتخب تونس في ثلاث مباريات، 5 يونيو تونس والكونغو الديمقراطية في تونس، 11 يونيو
تونس والجزائر في تونس 15 يونيو، تونس وغينيا بيساو في تونس. نرجو من سيادتكم بإعلام الكابتن علي معلول لاعب المنتخب التونسي وناديكم بهذا وتسهيل مهمة وصوله. طيب ده علي معلول. يبعت لك اتحاد مالي عايز أليو ديانج خلال فترة الأجندة الدولية، ويقول لك أنا هلعب يوم 1 يونيو مع الجزائر وبعديها المنتخب في فترة معسكر، أنا عايز أليو ديانج في هذه الفترة للأجندة الدولية. وده طلب استدعاء الاتحاد المالي للنادي الأهلي للاعب أليو ديانج، هيلعب مع الجزائر ومع تونس ومع الكونغو الديمقراطية. ها تعمل له ايه؟ ادي اتنين لعيبة انت كده في المدة القانونية. يبعت لك الاتحاد المغربي او الجامعة المغربية لكرة القدم طلب استدعاء بدر بنون، وعايزينه عشان هيلعبوا مباريات في فترة الأجندة الدولية لنفس الفترة في خلال الأجندة الدولية للمنتخب المغربي، ونرجو اختار الكابتن بدر بنون بالموعد والوصول. تكمل في الرابع باتحاد الكونغو الديمقراطية يبعت للنادي الأهلي طلب استدعاء ولتر بواليا علشان هيلعب مع تونس مع الكونغو الديمقراطية ضد تونس ويكمل معسكره مع منتخب بلاده. إذن أربع استدعاءات لأربع لعيبة محترفة في النادي الأهلي. تعمل إيه بقى وانت عندك لائحة بتقول لك لو اتنين لعيبة ما ينفعش، شرط انه ما يزيدوش عن اتنين لعيبة. النادي الأهلي هيلعب أربع أو خمس مباريات في فترة الأجندة الدولية من غير أربع لعيبة. لا أنت ولا أي حد يقدر يفرض على أي نادي حسب قرار الفيفا أنه في خلال فترة الأجندة الدولية يحرم نادي من لاعب متعاقد معاه أنه يلعب مباراة رسمية. ده لا يمكن لأي حد، وإلا ما كانتش بقت أجندة دولية. أنت الاتحاد المصري قال في اللائحة بتاعته اتنين لعيبة. هو بس عشان طب دول أربعة. عشان نفهم الناس إيه موضوع الأجندة الدولية. الأجندة الدولية اتعملت عشان هذا الخلط بين مصالح الأندية ومصالح المنتخبات. فقال لك في فترة لو المنتخبات خدتها أنت ما تلعبش. والاتحاد المصري قننها، قال لك لا والنبي لحد اتنين لعيبة مقدور، أنا مدي لك أربعة وخمس لعيبة. ماشي يا عم. نتساهل. طيب نعمل إيه دلوقتي؟ إلى من يهم الأمر في اتحاد كرة القدم، هناخد حسن النوايا والنبي ما تحاسبونا على ضيقنا، لأن زي ما بقول لك إحنا يعني بنتعامل معاكم بشكل لطيف، مخاطبات محترمة، لا بن ما عملناش يعني غيرنا كان كل يوم بيتكلم معاكم بطريقة تانية خالص، وده إحنا مش موافقين عليه. لكن يا جماعه فعلا يعني ايه، طفح الكيل او فاض الكيل، فاض وطفح وزاد. وبعدين مساله بقت مصالح عماله تضرب ومضايقات، زي ما انت بتقول مضايقات مستمره. ليه بتعملوا كده؟ ليه ما تقوليش انا هدي مكافاه يا اخي؟ ايه المشكله؟ زود اسبوعين، اعمل حاجه. لكن انا مالي احافظ على النظام اللي انا حطيته؟ يعني انت حطيت جدول مكافآت ثلاث مرات يتغير؟ النبي اطلب من الانديه هتقول لك طب هنساهم معاك في المكافآت، بس ايه بلاش كده، بلاش قتل للكره المصريه. ده انا كنت افهم، انا شايف كل الاتحادات يا استاذ ابراهيم عايزه تستفيد من فتره الاجنده الدوليه وتعمل ماتشات دوليه لصالح منتخباتها. الا احنا الا احنا حتى مصلحه المنتخب مش محطوطه في الاعتبار. يعني حاجه برضو مش فاهم، وازاي الكابتن حسام البدري يعني فرط في الفترة دي ازاي يعني؟ وبعدين يا جماعة ما هو النادي الاهلي يا باشمهندس احمد، ما انت شكرته وكان تعاون ايجابي جدا انه بلاش الاهلي يلعب ماتش وادي دجلة ويلعب ماتش سيراميكا، وانت طلعت وقلت الاهلي مشكورا وافق انه يلعب في الفترة الاولمبية من غير اللعيبة الاولمبيين، مع انه مساعدك. ده أنا... مع انه ده يعني مفيش فريق في اختيارات الكابتن شوقي غريب هيتاخد منه هذا العدد من اللعيبه، مش هيقلوا عن اربع خمس لعيبه اساسيين في فرقه الاهلي دلوقتي هيكونوا موجودين مع كابتن شوقي غريب. الاهلي قال مفيش مشكله نساعد عشان الموسم الاستثنائي يمشي. تقوم تدور على الموسم
ثلاث مرات تاخد مني محترفين بقى مش ال تلاعبني فتره اجنده دوليه وانا عندي اربع محترفين. يعني الاولمبي بعد كده هياخد الاولمبيين الخمسه والفتره بتاعت الاجنده الدوليه الاربعه الدوليين يروحوا. طب وبعدين؟ ها؟ يعني في فتره الاجنده الدوليه محروم من اربعه التقال والفتره الاولمبيه محروم من خمسه كمان. ده يا استاذ ابراهيم كمان ها كل ما تتكلم يقول لك ما انا سامح لك ب 30 لعيب وسامح لك بالاجانب وسامح لك مش عارف بايه وبعدين يجي يحط لك ماتشات ويحرمك من الكلام ده زائد المصابين نتيجه الضغط ويجي يقول لك برضه بقى ده الجمهور الاهلي يا اللي بتتكلم. يعني هو مين تعرض لكل هذا الكلام يا اللي بتتكلم على المتعه والجمال؟ المتعه دي طرف يعني نتمنى نوصل له ولو ان الفوز في حد ذاته تحقيق البطولات هو المتعه الحقيقيه. اعتقد مع هذه الاستدعاءات من الاتحادات الاجنبيه الاربعه النادي الاهلي يتدبر الامر ويبعت لاتحاد الكره ويقول له لانه كله تحت الدراسه دلوقتي. بس هتقول مين؟ انت بتشتكي مين لمين؟ ما هو مفيش حل تاني، مفيش حل تاني لانه الاجنده دي دوليه حطها الفيفا واللجنه الثلاثيه دي لجنه قيام باعمال في خلال هذه الفتره معينه من الفيفا. طب وبعدين؟ يعني التهريج وصل لابعد حد في مسابقه 99 وارجوك ومش عايز حد يستخف ان هي مسابقه لانه اكبر خطا انك مبدئيا تستهين ان ايه المشكله. اه مفيش مشكله، الاهلي مش محتاج لقب ولا محتاج بطوله ولا محتاج قطاع ناشئين كله على بعضه تاريخه يكفيه. وهي مش اصلا مش لكن النظام نفسه، النظام نفسه ازاي ده يكون؟ ازاي احنا بنخطط للكوره؟ ازاي الولاد اللي انت مستدعيهم للتدريبات يفضلوا يتمرنوا ومش عارفين هيلعبوا امتى؟ ازاي تبعت لي الجواب تقول لي فركش؟ طب امتى؟ مالكش دعوه. طب فين؟ ما تسالش. بس يا ولد. اه والله جواب يتقال في جمله واحده فقط، لن تقام في موعدها المذكور. المباراه المذكوره لن تقام في موعدها المذكور. منتهى الاستهانه بالنظام ومنتهى الاستهانه بحق اللعيبه الناشئين وحق الانديه في انها تخطط في نهايه موسم. ابعت قول لي المباراه هتتلعب يوم كذا. ابعت نفذ اللوائح بتاعتك اللي انت مش قادر تنفذها. انما يتم تعليق الامر بهذا الشكل هو يبدو لمجرد ان الطرف الاخر عنده لعيبه موقوفه انت مش قادر تنفذ عليهم العقوبه. يبدو في قرار حصل واحنا ما شفناهوش، خصخصه كره القدم، ان في حد بيمتلكها دلوقتي بيحركها بناء على رؤيته. لان دي لا الانديه بتشارك في هذه القرارات ولا النظام اللي انت حاطه بيطبق وماشي بلا قواعد ولا بتاع بالرؤيه الشخصيه اللي ممكن تكون صح وممكن تكون غلط وهي لحد دلوقتي عامله مشاكل بتتحل بمشاكل وكل مشكله بتحلها بمشكله وهنفضل لامتى كده؟ عارف المشكله فين؟ سريعا، هو انت يعني مهندس احمد مجاهد واللجنه اللي معاه اول خطا ان انت هديت اللجان اللي موجوده. ايوه ما هو انت مش بس كمجلس، ده انت لجنه ثلاثيه فعملت اولا انتوا ثلاث افراد خدت كل الصلاحيات في ايدك خدتها. طب مين اللي هيبحث ده؟ يعني الوحيد اللي موجود لجنه الحكام والكابتن وجيه احمد، الباقيين كله يروح فاصبح القرار احادي فعلا. لا هو لجنه الحكام النهارده برضه تشتغل بتعليمات، لما يجي يقول لك مفيش اجانب دي رؤيه شخصيه، مفيش رؤيه لجنه، مش رؤيه لجنه، مش رؤيه لجنه الحكام بس ماشي رؤيه اتحاد اتفهمها، لكن بقيه اللجان ما دي برضه انت بدي بدايه كسر النظام يا استاذ ابراهيم. الحاجات اللي زي كده انت لما بتاخد الحق ده ما بتتنازلش عنده، مش هو مش حاسس انه بيعمل حاجه غريبه، هو مستغرب دلوقتي من الناس اللي زعلانه. فانت خدت هذا الحق. على فكره انت جاي تقول لي لا هيعملوا لجنه انديه، اذا كان يا راجل ما بقاش المساله دلوقتي ان يبقى فيه كمان مجلس اداره للاتحاد، جاي تقول لي لجنه انديه؟ ده احنا بعيدنا قوي، ده احنا محطوط لنا نظام لوحدينا على مستوى العالم، ده احنا بيعاملونا معامله الدول الناميه في كره القدم الخاضعه للوصايا. ما هي دي وصايا. اه طبعا. وهو لما قالوا ان اللجان دي قالوا للدول التي محتاجه ان الاتحاد يساعدها في اداره شؤونها الكرويه. لا ترقى لقدره اداره نفسها. وقبلنا هذا. قبلنا هذا بممثلين الدوليين اللي الزمن مهما طال
هيحصل وهيحاسبهم، هيحاسبهم بعدينا واحنا موجودين بعد عمر قصير او طويل في الجيل ده في الاجيال القادمه. لكن والله التاريخ هيحاسب، هيحاسب والامور هتتكشف، لان خلاص يا جماعه مش معقول ما يحدث للكره المصريه، مش بس اهانه الكره المصريه وتدمير لفكره ان حد ينصاع لنظام او يطالب بتحقيق نظام. انت فاكر لما الكابتن صالح عمل الازمه الشهيره وقال مش قبل الموسم بقى، شوف بعد النظر ابتدى من امتى؟ لما اتبعت لنا جواب وقال لك النظام 1-2-3، وبالنسبه للنقطه دي يدرس الامر في حينه، ثلاث نقط كانوا. قال لهم مين؟ فقال لهم لحد ما تحط لي نظام وافق توافق عليه الانديه انا مش هلعب الدوري. ايوه. واضطر اتحاد الكوره بتعليمات من الدكتور جنزوري رحمه الله عليه انه يحط النظام، يجيب يجتمعوا بمندوب الانديه. اه طبعا. ويحط النظام اللي ما فيهوش يبحث في حينه. في حينه. اصل في حينه ده انت هتفصل. هو بقى اتضح ان 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 ان, إن ده كان صح. اه طبعا. وده اللي خلى ساعتها ان الكوره جري في الفتره دي. اه انضبطت. انضبطت في التسعينات والالفينيه اللي بالزبط. اللي انت حققت منها بقى ثلاثه افريقيا. صحيح. ما هو الـ المقدمات تشي بالنتائج. صحيح. اللي احنا فيه ده هندفع ثمنه بكره. صحيح صحيح. منتهى الفوضى والتهريج.